التي يعقدها المركز على أزمة الدولة في كل من اليمن وليبيا. نحن باعتبارنا جميعا من المتابعين للأخبار العربية ندرك أن النظام الإقليمي العربي يمر بمرحلة حاسمة. هذه المرحلة لها سمات خاصة. أنا عائد من أبو ظبي من يومين، وكان عندنا ندوة بعنوان الإرهاب من جديد، وكنت معلقا على ورقتين، ورقة للدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة المعروف والخبير في اليمن، وورقة للدكتور أحمد الشيقي رئيس قسم العلوم السياسية عبدالله الشيقي في جامعة الكويت. دكتور أحمد يوسف كان بيتكلم عن جامعة الدول العربية والتكتلات الإقليمية كمجلس الاتحاد الخليجي، التعاون الخليجي، وأحسست من ورقته باعتباره معقبا أنه يتحدث وكأن المسألة مستمرة كما كانت من قبل، مع أننا نستطيع القول أننا نمر الآن من مرحلة يمكن اعتبارها أو نسميها مرحلة الدول الفاشلة (failed states). في علم السياسة هناك مفهوم الدول الفاشلة التي عجزت عن إدارة شؤون المجتمع ولم تشبع الحاجات الأساسية لمواطنيها، والتي أحياناً عجزت عن الدفاع عن أمنها القومي. وفي علم السياسة هناك إندكس أوف فيلد ستيتس، في مقياس بترتب عليه الدول طبقاً لمعايير محددة، 10 معايير بناءها نحكم هل هذه دولة فاشلة أو لا. كان عنوان تعقيبي على ورقة أحمد يوسف الممتازة من الدول الفاشلة إلى الدول المنهارة. دخلنا من الدول الفاشلة إلى انهيار الدولة. انهارت الدولة في ليبيا، وانهارت الدولة في اليمن، وانهارت الدولة في العراق، وانهارت الدولة في سوريا. نحن إذا مرحلة جديدة تماما، لأن معنى انهيار الدولة أننا سنعود إلى مرحلة ما قبل الدولة، حيث القبلية والتعصب المذهبي والتعصب الطائفي. هذه مشكلة أولى. المشكلة الثانية في تعقيبي، نعم لو سمحت دي واحدة بس ما تردنيش وانا بتكلم، يعني ايه مشكلتك؟ في مشكلة؟ لا معلش معلش، ما هو تقاليد الندوة فيها برافو ولا حاجة، نسمع ونعلق وننقد. الدولة الثانية والفكرة الثانية عند عبد الله الشيقي، كان بيقول فيما يتعلق بداعش: الفكر لا يحارب إلا بالفكر. وقفت طويلا عند ذلك، لأن من خبرتي في وضع ورقة عن السياسة الثقافية في مصر انطلقت من مؤشرات كمية اجتماعية. أما يكون المجتمع المصري فيه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاءات الإحصاء معدلات الأمية 26%، 26 مليون تحت خط الفقر، 16 مليون في العشوائيات. احنا نتحدث عن محاربة الفكر بالفكر، هذه مقولة زائفة. الفكر هنا لا يتغير إلى إذا غيرت أوضاع الناس المليونية البائسة. بدون أن نغير أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تغير الفكر. هؤلاء الملايين البسطاء استطاعت الجماعات الإرهابية الإخوان المسلمين وغيرها والتيار السلفي أن تنفذ إليها بحكم تدني الوعي الاجتماعي وسهولة غزو عقولها بمجموعة من الآيات والأحاديث من خلال ما أسميه القياس الخاطئ والتأويل المنحرف. نحن في حاجة إلى ما نسميه مواجهة ثقافية مع الإرهاب، وليست مناقشة فكر مع فكر على مستوى النخبة. دي مسألة أساسية. النقطة الثانية اللي قالها الدكتور الشيقي
قال إن لماذا تردد أوباما في محاربة داعش عن طريق القوات البرية؟ نحن لو درسنا الموقف بعمق لأدركنا أن المشكلة الحقيقية أن داعش تمثل ما يسمى الجيل الرابع من الحروب. في الجيل الرابع من الحروب ليس هناك ميدان محدد للمعركة، يعني في الجيل الثالث بنتكلم على الباتل فيلد، مسرح العمليات المعركة. في الجيل الرابع نتكلم على باتل سبيس، الفضاء. شفنا داعش بتتمدد من سوريا بسهولة خارقة إلى العراق وتحتل محافظات إلى آخره، ومن هنا الضرب بالطائرات وهم باطل لن يستطيع القضاء على داعش، نحتاج إلى استراتيجية مختلفة.